بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نكمل يونت 1 الوحدة الأولى للصف الثاني الإعدادي هنكمل الدرس الخامس والسادس. Complete the following sentence هنكمل الجمل using the words in the books هنستخدم الكلمات دي في عندي خمس كلمات هنستخدم منهم أربعة. Nature Reserves Nature Reserves اللي هي المحميات طبيعي محميات طبيعية كاربت كاربت اللي هي سجادة براكتس براكتس يمارس ووردروب ووردروب اللي هو دولاب ملابس ميرور ميرور اللي هي المرآة طيب وان ذير ووز كان موجود a beautiful on the floor على الأرض كان موجود ايه على الأرضية on the floor there was a beautiful carpet carpet سجادة جميلة carpet we should احنا يجب علينا protect نحمي يجب علينا ان احنا نحمي protect يعني يحمي نحمي ايه to help the environment لمساعدة البيئة يبقى نحمي نيتشر reserves نيتشر reserve اللي هي المحميات الطبيعية. 3 My sister has many dresses. يعني أخت عندها فساتين كتير. In her wardrobe. In her wardrobe. في الدولاب بتاعها. Pupils should. Pupils should. يجب على التلاميذ practice English. يمارس اللغة الإنجليزية outside school. خارج المدرسة. Page 49. صفحة تسعة واربعين I can't go I can't go My leg hurts My leg يعني ساقي تؤلمني Hurts تؤلمني I'll use the lift أنا هستخدم الأسانسير Lift هنا معناه الأسانسير يبقى I can't go بقول أنا مش قادر أطلع السلالم I can't go upstairs upstairs إن أنا أطلع السلالم. ماي ليك هرتس. أيل يوز ذا ليفت. ذا سينينم اللي هي مرادف. سينينم اللي هو المرادف. اوف اوبن. سينينم اوبن يعني يفتح. از تو معناها ايه اوبن؟ اوبن معناها يفتح. أنا عايز المرادف بتاعها. لوك يغلق. كلوز يغلق. انلوك يفتح. يوز يستخدم. يبقى عايز السينينم. المرادف مرادف اوبن. اللي هي unlock unlock يعني يفتح to turn the adjective national national into a noun عايز اخليها اسم we add بنضيف ايه i t y i t y nationality i t y to change the verb عشان احول الفعل comfort into an adjective احوله لصفه. وي اد تو suffix، suffix اللي هي اسمها لاحقة. بضيف للفعل ده ايه؟ اي بي ال اي، اي بي ال اي هتبقى اي هتبقي comfortable comfortable يعني مريح. بيج 54 صفحة 54. She likes to look at هي بتحب تبص على ايه ذا افتر شي بعد ما بترتدي هير كلوز بعد ما بترتدي ملابسها يبقى بتحب تبص على ايه شي لايكس تو لوك ات ذا لامب مصباح ميرور مرآة باسن الحوض كاربت سجادة يبقى بعد بتبص على ايه بعد ما بترتدي ملابسها يبقى ميرور ميرور اللي هي المرآة we use نستخدم to cover the floors عشان نغطي الأرضيات cover نغطي the floors الأرضيات يبقى بنستخدم إيه؟ carpets سجاد curtains ستائر drawers أدراج clothes ملابس عشان نغطي floors الأرضيات يبقى we use carpets carpets اللي هو السجاد ثري وي كيب اور كلوز يعني احنا بنحتفظ بملابسنا ان a فريج فريدج ثلاجه ودروب دولاب ملابس شلف رف سوفا كنبه يبقى وي كيب اور كلوز ان ا ودروب ودروب اللي هو دولاب الملابس فور يو كان بوت سم اوف يور كلوز ممكن احط بعض الملابس in this chest of chest of drawers chest of drawers uh, are used on windows بنستخدم بنستخدم إيه بقى windows شبابيك to keep out uh, the light عشان بنستخدم إيه على الشبابيك okay keep out the light يبقى بنستخدم كيرتنز كيرتنز اللي هي الستائر بليز من فضلك تيرن اون شغل ذا اي وونت تو ريد انا عايز اقرا ذا ستوري القصه ان بيد انا عايز اقرا القصه يبقى بليز تيرن اون ذا لامب اللي هو المصباح لامب طبعا لام اللي هو خروف صغير كاربت سجاده mirror مرآة يبقى please turn on the lamp lamp اللي هو الابجورة المصباح there is a gray a gray اللي هو لون رمادي أو رصاصي gray in my bedroom bedroom اللي هو غرفة النوم i sit on i sit on it and read books يبقى موجود ايه حاجه موجوده في اوضه النوم اي سيت اون ممكن اجلس عليها اند ريد بوكس وبنقرا كتب بوك شيلف رف كتب وورد روب دولاب ملابس ارم كرسي بمسند بيسن اللي هو حوض طبعا يبقى موجود ايه حاجه بقول لك اي سيت اون ات اند ريد بوكس يبقى ارم تشير ارم تشير اللي هو كرسي بمسند when they open the curtains لما نيجي نفتح curtains اللي هي الستائر there is always lots of يوجد دايما ايه بقى in the room في الغرفة يوجد ايه sunlight sunlight اللي هو ضوء الشمس sunlight الفيوم is a large city مدينة كبيرة with beautiful nature reserves نيرباي نيرباي يعني في محميات طبيعية بجوارها نيرباي There is a colorful carpet carpet يعني سجادة colorful ملونة on the يوجد سجادة ملونة على الإيه؟ فلاد فيضان كوشنز وسادة هول الصالة فلور الأرضية يبقى مدام زير إز يوجد a colorful carpet سجادة ملونة on the floor على الأرضية we always talk online احنا دايما بنتكلم عبر الانترنت online but ولكن we have never met احنا عمرنا ما تقابلنا يبقى he is my هو يبقى كده ايه classmate صديق فصل زميلك في الفصل كلاس ميت كيبل كيبل صديق انترنت بارتنر زميل او شريك برازر اخوك يبقى بدام بتتكلم معاه اون لاين وعمرك ما قابلته يبقى هي از ماي كيبل كيبل يعني صديق انترنت واتس يور قال له اي ام ايجيبشن انا مصري يبقى بيسأله على جنسيته يبقى what's your nationality nationality يعني جنسيتك ايه what's your nationality address عنوان subject مادة دراسية بيرسي دي اللي هو عيد ميلاد طبعا بدام قال لي I am Egyptian أنا مصري يبقى nationality is something that gives light gives light بيدينا ضوء light اللي هو الضوء بيسن حوض لامب اباجوره لام اللي هو الخروف الصغير كيرتن ستارة مادام قال لي جيفز لايت بيدينا ضوء يبقى لامب لامب اللي هو الاباجوره او المصباح يو كان ووش يور فيس ووش تغسل يور فيس وجهك ان ذا carpet سجاده sofa كنبه bookshelf رف كتب basin حوض يبقى you can wash your face in the basin there is a breakfast after the first lesson بعد الحصه الاولى there is a breakfast break breakfast break فتره استراحه لوجبه الافطار breakfast break I like to sleep with curtains أنا بحب النوم with curtains the air الهواء is fresh يبقى بحب وانام الستارة curtains open 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 يا yeah, open هنا جاء صفة الستائر مفتوحة open عشان the air الهواء is fresh complete the following dialogue كمل الدايلوج طبعا بيج 56 صفحه 56 حسين اند مروان ار توكينج اباوت بين فريندز بين فريندز لاصدقاء مراسله مروان وات ار يو دوينج حسين وات ار يو دوينج حسين يعني انت بتعمل ايه حسين اليو تحول لاي ار تحول لام اقول اي ام طبعا هنا لازم اقرا الدايلوج كله هنا بقول له هو ار يو سيندينج ان ايميل مين اللي بيبعت لك ايميل هنا طبعا نقول اي ام سيندينج ان ايميل يعني انا ببعت ايميل اي ام سيندينج ان ايميل هو ار يو سيندينج ان ايميل تو يعني انت هتبعته لمين قال له تو ماي بن فريند لصديق مراسله تو ماي بن فريند هيقول له هو هو يعني من هو از يور بن فريند مين صديقك قال له مارك از ماي بن فريند He is from Canada هو من كندا ما دام هنا قال لي مكان يبقى اسال بوير وعندي از يبقى احطها اعملها فعل مساعد اقول وير از وير از هي فروم يعني هو منين قال لي هي از فروم كندا Do you think it's a good to have been friends? هل من الجيد إنك أنت يبقى عندك أصدقاء مرسلة؟ له yes, I think so. أعتقد ذلك. جنرال اكسرسايز طبعا على الدرس الخامس والسادس اول سؤال لسننج استماع ده سؤال سهل جدا ومن اربع درجات read the following then answer the question my name is هيثم انا اسمي هيثم and this is my house منزلي my house is quite big يعني كبير جدا it has got two floors ليه طابقين اتنين two floors من دورين اتنين a ground floor طابق الارضي and a first floor والطابق الاول it has also got an attic موجود attic اللي هي غرفة اعلى المنزل and a basement basement اللي هو الدور التحتاني اللي هو البدروم basement ايه دي بتعود على مين بقى ايه ده ضمير بيعود على مين طبعا بيعود على المنزل على الهاوس على الايه المنزل on the ground floor في الطابق الارضي there is a hall في صالة kitchen مطبخ a living room حجرة معيشة uh, a big a big dining room غرفة سفرة uh, and toilet toilet اللي هو الحمام يبقى كل ده موجود فين on the ground floor في الطابق الأرضي طابق الأرض موجود في إيه؟ هول صالة كيتشن مطبخ ليفينج روم a big dining room and toilet toilet اللي هو الحمام كل ده موجود في الطابق الأرضي on the first floor في الطابق الأول there are three bedrooms في ثلاث غرف نوم one bathroom وفي حمام واحد and a big uh, corridor corridor اللي هو ممر my bedroom my bedroom غرفة النوم is between غرفة النوم بتاعتي between بين my parents bedroom بين غرفة والدي and the bathroom والحمام my sister's bedroom غرفة النوم بتاعت أختي is in front of mine يعني قدامي I love my bedroom بحب غرفة النوم بتاعتي but ولكن I also like the attic وبحب الغرفة اللي هي attic غرفة أعلى المنزل اسمها attic in the attic ليه بقى هو بيحب الغرفة دي attic بقول ليه بقى بقول in the attic I keep some بحتفظ ببعض of my books بحتفظ ببعض الكتب بتاعتي and my old toys وبعض الألعاب بتاعتي القديمة I like to spend my time there بحب أقضي وقت هناك because بسبب it is large لأن المكان ده large كبير and there is a big sofa وفي كنبة كبيرة sofa اللي كنبة there where I sometimes أحيانا take a nap تيك اناب اخد قيلوله in the basement basement قولولنا اللي هو البدروم we keep the washing machine washing machine اللي هي الغساله the drying machine and old things وبعض الاشياء القديمه at the back of the house في ورا المنزل بقى في الخلف uh, there is also the garage جراش اللي هو مكان بيركن فيه العربية وير وير ماي بيرانس والدي بارك ذا فاميلي كار بنركن السيارة اند ا لافلي جاردن في حديقة جميلة ويز ميني جرين سبيسز اماكن خضراء فلاورز ورد تو سوينجز يعني في مرجحتين and a swimming pool وحمام سباح i love my house انا بحب منزلي so لذلك so much كثير جدا it's very comfortable يعني مريح جدا choose the correct answer from a b c or d the opposite opposite اللي هو العكس of the underlying word large عايز عكس كلمه لارج قلنا لارج يعني كبير عكسها ايه وايد عريض لونج طويل سمول صغير ساد حزين اوبزيت يعني عكس عكس لارج اللي هي كبير عكسها سمول صغير The toilet is on the toilet كان موجود فين لو احنا لقيناه في القطعه هتلاقيه موجود فين on the ground floor the ground floor الطابق الأرضي there are two in the garden موجود ايه في الحديقة حاجتين اتنين two swings two swings اللي هي مرجحتين اتنين هنكمل أسئلة القطعة answer the following question question number four What's the best title for this passage? إيه أفضل عنوان best title يعني عنوان title for this passage؟ إيه أفضل عنوان للفقرة دي؟ ممكن أقول a big house a big house منزل كبير لأنه قال لي فيه غرف كتير وطابقين اتنين وحديقة يبقى ممكن العنوان المناسب ممكن أقول a big house why لماذا؟ Why do you think Haysam likes the attic؟ ليه هيثم كان بيحب الاتيك؟ اتيك اللي هي الغرفه اللي اعلى المنزل. Because he keeps his books كان بيحتفظ بكتبه and all toys وبعض الايه؟ والالعاب القديمه. What does the underlined noun it؟ It refer to it كانت بتشير الى ايه؟ هيثم's house منزل هيثم. Choose the correct answer from A, B, C, or D. She gets up. هي تستيقظ and has breakfast. Has breakfast. عشان she هتاخد has. وهنا gets فعل متضاف له اس ده present simple ده مضارع بسيط يبقى مش هينفع اخد هاد ولا هاف طبعا عشان شي خدت هاز Uh, there is a lamp, lamp اللي هي المصباح الأباجورة يوجد أباجورة to the desk أنا عندي تو يبقى أقول نيكست تو نيكست تو بجوار الديسك this bag is mine يعني الشنطة دي is mine ملكي it belongs to me belongs to me يعني برضو بمتلكها دي ملكي it belongs to me I a room room يعني غرفة ويز ماي سيستر مع أختي there are two beds في سريرين اتنين يبقى I share I share a room with my sister share يعني بنتقاسم الحجرة أنا وأختي بنشارك بعض في الغرفة دي بيبل بوت يضع الناس on the wounds على الشبابيك to keep out the light عشان يبعدهم الضوء يبقى بيحطوا ايه على الشبابيك طبعا بوت كيرتنز كيرتنز اللي هي الستائر يو كان سي yourself انت ممكن تشوف نفسك in the mirror mirror اللي هي المرآة سوفا كنبه bookshelf رف كتب carpet اللي هي السجاده most countries اغلب الدول are interested in مهتميه ب to keep and protect animals مهتمية ايه nature reserves nature reserves المحميات الطبيعيه the color of the curtains لون الستائر كيرتنز اللي هي الستائر لون الستائر ماتشز ماتشز بيتماشى او يتناسب او يلائم ذا كاربتس السجاد it is a good idea دي فكرة جيدة to do some اكسرسايز تعمل تمارين in the morning في الصباح I play computer games أنا بلعب كمبيوتر جيمز ويز ماي براذر مع أخويا ويز ماي براذر علي أوفن غالبًا علي تو سكول باي باص علي ده مفرد ودي حاجة بتتكرر أو من العادات أو الروتين يبقى استخدم المضارع البسيط البريزنت سمبل المضارع البسيط البريزنت سمبل بتكلم على عادة أو روتين يبقى لو الفاعل مفرد علي مفرد أهو يبقى جو هتبقى جوز أضيف لها اس أما جو منتهية بأو بضيف لها اي اس عشان جو منتهية بأو الفعل لو منتهي بأو بضيف له اي اس هتبقى جوز عشان الفعل مفرد وده مضارع بسيط بريزنت سمبل داليا جيتس أب اولويز لا اولويز هي اللي تسبق اولويز وسامتايمز ونيفر ويوجوالي هما اللي بيسبقوا الفعل الأساسي أو أبدل مع بعض أقول always gets up always gets up has سامة has أو have يبقى جيت هتبقى جوت لما الاقي have أو has يبقى جيت هتبقى جوت a mobile phone thank you for يبقى عايز verb plus ing Thank you for being my pen friend. فريند friend لو صديق مراسلة يبقى for. Thank you for عايز فعل plus ing. يبقى بيها تبقى being. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.